المطارات اللي يخصني كمهندس مدني فيه، ان انا العلم ده بيتعين عليا ان انا في المقام الاول انشاء وتطوير الايه المطارات عشان تفي بالغرض الذي انشات من اجله، والكلام ده يكون ايه باقل التكاليف ولا يؤثر على سلامه وامن المطارات والملاحه الجويه. يبقى انا دلوقتي يا شباب لازم ان انا اعمل ايه، اعمل عمليه انشاء وعمليه تطوير، انشاء او تطوير، انشاء طبعا الحاجه من اول جديد وتطوير للمطارات الموجوده فعليا. يبقى الكلام ده احنا بنعمله ليه؟ عشان عمليه تتفق بالايه بالغرض اللي المطار اصلا انشئ من اجله. ايه الغرض ده؟ ان انت تعمل عمليه نقل ايه بضائع او نقل ركاب، بحيث ان كمان الكلام ده يكون تصميم او انشاء او تطوير بحيث ما ياثرش على سلامه وامن المطارات والملاحه الايه الجويه اللي هي حركه بين الطيارات اللي عندك. طيب الصوت مقفول يا هندسة. يا باشا انا قفلت الصوت بس عشان دي واحده بس كنت بكلم حد كده وقفلت الصوت. طيب احنا دلوقتي يا شباب اول سؤال عندنا في الشيت كان بيقول لك ديسكاس بريفلي ريليشن بتوين ايركرافت اند ايربورت. ايركرافت والايربورت، الايربورت ده احنا عارفينه اللي هو المطار، الايركرافت اللي هي الطياره. بيقول لك ناقش باختصار العلاقه ما بين المطار والطائره اللي عندك. الطائره والمطار كل منهما بايه قلنا بيعتمد على الاخر، ليه؟ كل واحد فيهم بيقدم خدمه فين في عمليه الايه الملاحه الجويه. يعني الطائره بتاعتك بتساهم بنسبه 85% من تكلفه مين التشغيل في النظام النقل الجوي، هي اللي بتشيل الركاب وهي اللي بتشيل البضائع وهي اصلا يعتبر وسيله النقل بتاعتك، تمام؟ والمطار نفسه يعتبر ان هو بيساهم بنسبه 10% لان هو ده مقر الهبوط او الاقلاع بتاع الايه الطيارات بتاعتنا، او مقر برضه الصيانه، ممكن يكون برضه في ورش صيانه فين في المطارات. وال 5% الباقيه اللي هي عمليه مين، عمليه الاداره بتاعت الايه المطارات والكلام ده كله بتكون تحت اشراف الحكومات اللي موجوده عندك. طيب بيقول لك وات اير كرافت ايه كاركترستكس ويتش كونسيرن ذا سيفل انجينير، ايه هي خصائص الطياره اللي بتخصني انا كمهندس مدني؟ انا الحاجات اللي بتخصني كمهندس مدني الويت كومبوننت اللي هو مركبه الوزن او الاوزان اللي الطياره سواء بتشيلها او الايه الوزن الخاص بالطياره نفسها. عندك كمان حاجه اسمها الويل لود اند الويل ايه كونفيجريشن اللي هو ترتيب العجل بتاع الطياره ومين، وكمان الاحمال اللي بتاع بتخص مين، كل ايه كل مجموعه عجلات منها. يبقى احمال العجلات وكونفيجريشن اللي هو الترتيب بتاعها او وضعها بالظبط عامل ازاي. كمان عندك اللي بيهمني فيها السايز اوف اير كرافت اللي هو حجم الطياره نفسها، الوينج سبان اللي هو البحر بتاع مين بتاع الاجنحه بتاعه الطياره، اللينس والهايت اللي هو طول الطياره. يبقى انت كانه بالنسبه لك اللينس الوينج سبان ده اللي هو عباره عن العرض بتاع الطياره، اللينس اللي هو الطول من المقدمه لمؤخره الطياره، والهايت اللي هو ارتفاع الطياره عن الارض. يبقى ده كلها ايه الابعاد او الكونفيجريشن بتاع الطياره او السايز بتاع الطياره ده برضو ايه اللي بيخصك. في عندك حاجه تانية اسمها المينيمم تيرنينج ريديوس اللي هو اقل نصف قطر دوران الطياره بتاعتك ممكن تلف ايه تلف فيه. الحاجات دي بتبقى تعريفات مهمه في الامتحان. يقول لك مثلا انا عايز منك المينيموم تيرنينج ريديوس ده اللي هو ايه ازاي تعينه له. هنشوف احنا دلوقتي ايه واحنا شغالين دلوقتي ان احنا ازاي نعينه. طيب في عندك كمان حاجه اسمها سبيد اوف ايه اوف اير كرافت اللي هي السرعه بتاعه الطياره، وبعدين عندك كباسيتي اوف اير كرافت اللي هي الساعه بتاعت مين بتاعه الطياره عندنا. يبقى دي المركبات او الحاجات اللي تخصني كمهندس مين كمهندس مدني. باشمهندس ممكن تعلي الصوت شويه؟ حاضر. كده تمام. هو الصوت موجود بس زوم بس على الكتابه بعد اذنك. عايزين زوم على الكتابه؟ طب الصوت كده كويس؟ الصوت تمام. ماشي يا شباب كده الزوم حلو؟ تمام كده هندسه. طيب الكتابه مش هتكون واضحه برضو عنده، هو ممكن يدون الايه السكشن واحد انا كاتبه لك ماشي عندك في رافعه لك في الفايلز عندك، ممكن تدونه وتفتحه على الكمبيوتر بتاعك عادي لو او على الموبايل بتاعك ماشي. المهم احنا دلوقتي بيقول لك رايت شورت نوتس اباوت مين اتش اوف ذا فولوينج ايه سكشن مثلا. يعني انت عندك دلوقتي اجزاء معينه هو عايز منك ايه تعرفه الايه شورت نوت عنها.
تمام. اول حاجه خلص اللي هم يعتبروا الكومبوننت اللي تخصنا زي ما احنا اتفقنا كمهندس مدني، قلنا اول حاجه الاير بلان ويت كومبوننت، ايه هي المركبات الاوزان اللي تهمني كمهندس مدني. انا اول حاجه خالص ان الوزن بتاع الطياره ده بيتكون من حاجه اسمها اوبريشن امبتي ويت، اللي هو عباره عن ايه الوزن بتاع الطياره وهي فاضيه، وزن الطياره وهي فارغه عباره عن ايه، وزن الطياره والطاقم، والطياره عندك بدون وزن الحموله النافعه وبدون الوقود، يعني كانه الشاسيه بتاع الطياره وزن طاقم الايه الطاقم بتاع الايه الطيران اللي موجود فيه، تمام. ده عباره عن اوبريتنج امبتي ويت، تمام. ده اول وزن عندي. في حاجه اسمها عكس عندك اسمها ماكسيمم بي لود، اللي هي الحموله النافعه. الحموله مين النافعه؟ وهو الوزن الذي يتم دفع رسوم عليه مثل الركاب والبريد والبضائع بايه بانواعها. ده الحموله مين المنها الماكسيمم بي لود، الحموله النافعه. في عندك حاجه ثالثه اسمها الماكسيمم زيرو فيول ايه ويت، اللي هو اقصى وزن للطائره مع وجود الوزن النافع لها من الوقود فقط. اقصى وزن للطائره مع وجود الوزن النافع لها من الوقود فقط، تمام رجاله لسه معاني؟ ايوه هندسه معايا. معاك يا هندسه. طيب احنا بنجيب وزن الحموله النافع ده ازاي؟ من اللي هو الماكسيمم بي لود. الماكسيمم بي لود بيساوي الماكسيمم بي لود اللي هو وزن ايه الحموله النافعه الايه كده كويس. صوت اللي قطع يا جدعان. خلاص يا هندسه تمام ماشي اوكي تمام. شد سامعيني؟ طيب ماشي يا رجال. يبقى احنا دلوقتي عايز تشغيل الفارغ، وزن التشغيل الفارغ قلنا وزن الحديد بتاع الطياره والطاقم والطائره هي جاهزه للطيران بدون وزن الحموله النافعه وبدون وزن الوقود. وزن الحموله النافعه الوزن اللي انت بتدفع عليه اللي انت بتستفيد منه اللي انت بيندفع عليه مين عن ايه؟ اقصى وزن بتاع مين؟ بتاع الوقود، اقصى وزن للوقود. وزن الوقود انزل يزيد عن الحاجه. احنا عندنا اقصى وزن الوقود يا شباب هو عباره عن ايه؟ الماكسيمم زيرو فيول ويت، اللي هو عباره عن الوزن بتاع الطياره نفسها زائد مين؟ زائد وزن الحموله اللي موجوده عندك زائد وزن الوقود اللي يكفيها بس عشان توصل للمشوار بتاعها. ده بنسميه ماكسيمم زيرو فيول مين ويت. طيب انا عشان اعرف الوزن اللي يخصني اللي هو وزن المنقولات او اللي هيندفع عليه رسوم منه باخد الماكسيمم زيرو فيول ويت، اطرح منه الاوبريتنج مين امبيتي ويت اللي هو الوزن بدون ايه بدون وقود، تمام. يقوم يطلع لي مين الماكسيمم اللي هو وزن الحموله اللي موجوده عندك. طيب في عندك حاجه اسمها ماكسيمم تيك اوف ويت اللي هو وزن الاقلاع الاقصى، وزن الاقلاع الاقصى ده عباره عن اقصى وزن ممكن تسمح به السلطات او الحكومات، تمام. ده اقصى وزن للطياره ممكن تسمح ايه الطياره كلي، عباره عن وزن الطياره كلي وكل ما عليها منين من حموله، والحموله دي هتشمل الوقود وبما فيهم الوقود يعني اللي هو هيوصل الطياره للمشوار اللي عندها. طيب احنا اما بنيجي نصمم الطياره شباب ما نصممهاش على اقصى وزن ان هي ايه تقدر تشيله، احنا ممكن ايه نصممها على وزن ايه اقل من كده، لان طبعا الطياره بتاعتك على ما بتقلع هو القصه كلها طبعا بيبقى اهنوا الاكتر يا شباب. اما انت تعمل امباكت على الطياره يعني في الهبوط اللي هي الاكسات بتاع الطياره المحاور بتتعرض لوزن اكبر في حاله الهبوط ولا في حاله الاقلاع؟ الإقلاع أكيد. الهبوط. هو في الناس اللي بتقول أنا ما شفتش غير اتنين بس اتكلموا، يا شباب في الإقلاع ولا في الهبوط؟ الهبوط طبعا. في الإقلاع.
هو المفروض يكون فين؟ في الهبوط يا رجاله، مش في الاقلاع يا شباب. ليه؟ لان انا دلوقتي هو بغض النظر عن ان انت فقدت الوقود، سيبك من ان قصه ان انا فقدت الوقود او فقدت وزن، بس هي القصه كلها ان الطياره وهي بتنزل بيبقى فيه امباكت فاكتور نتيجه مين؟ الهبوط نفسه. اما في الاقلاع بيكون ستاتيك، ايه اللي بيكون الحركه بتاعتك اصلا طياره، المحركات اللي بتشتغل وبتبدا تحركها يعتبر ده رولر، وبتاخد سرعتها والهواء بيجي على الاجنحه، الاجنحه دي بتولد على قوه اسمها قوه رفع، وبتبدا الطياره بتاعتك ترتفع. امال الاجساد بتاعت العجل نفسه بتتعرض لمين؟ لقوه اكبر في حاله مين؟ الهبوط. فهو ما بيعملش حساب الايه، الوقود كله، نسبه الوقود اللي هي الكبيره ديت ما بيعملش حسابها في مين؟ في عمليه مين؟ هو بغض النظر بقى عن الفاكتور اوف سيفتي اللي بياخده، مش دي القصه، بس هي القصه كلها ان اثناء الهبوط بتتعرض للطياره الاجساد بتاعتها او المحاور بتاعتها بتتعرض لمين؟ لامباكت فاكتور نتيجه مين؟ عمليه الصدمه اللي بتحصل نتيجه هبوط الطياره على المطار بتاعك. طيب احنا عندنا دلوقتي يا شباب في حاجه اسمها الماكسيموم تاكسي ويت، الوزن الاقصى لعمليه مين؟ المناوره، الوزن المسموح به لعمليه المناوره بما في المتطلبات مقاومه تتحملها الطياره. والوزن بتاع المناوره ده يا شباب بيكون اعلى من وزن ايه؟ عمليه الاقلاع، عشان طبعا كل ده بيستهلك وقود، فبالتالي لازم تكون انت عامل حساب الوقود. عمليه المناوره دي يعني يا شباب برضه عشان الناس تبقى فاهمه، لما بتكون الطياره المطار بتاعك بيكون متقسم مسارات، في مسار اللي هو احنا بنسميه الران واي، ده اللي عمليه الاقلاع وعمليه الهبوط. في حاجه اسمها التاكسي واي، التاكسي واي ده شباب بيكون مكان في المطار عشان الطياره اللي نازله، افرض فيه وانت طالع في طياره معدي الهبوط بتاعها حالا، فايه اللي هيحصل؟ فهيقوم يدخلك انت في مسار فرعي لحد ما الطياره الرئيسيه تيجي على الران واي تنزل، وبعد كده يرجعك تاني فين؟ على الران واي ماشي وتطلع. فالمسار الفرعي ده احنا بنسميه تاكسي واي، تاكسي واي اللي هو مين؟ ممر لعملية المناورة عشان تدخل في الطيارة لحد ما الطيارة التانية ايه تنزل براحتها او تقلع براحتها. ما هو ممكن في طيارة بيكون ميعاد الاقلاع بتاعها قبل طيارة تانية، وممكن برضو يكون ايه يصادف ان في طيارتين قصاد بعض ينزلوا. طيب بيحصل عملية مين؟ قلنا مناورة. المناورة ديت ان في الطيارة بتاعتك بتخش ممر تاني خالص لحد ما يحصل عملية مين؟ الاقلاع والهبوط او ايا كان المناورة دي اللي هيحصل فيه. بعد كده يا شباب ايه اللي بيحصل؟ بتقوم الطياره بتاعتنا داخله، فانت الوزن بتاع الماكسيموم تاكسي واي بيكون اكبر من الوزن بتاع الاقلاع بحاجات بسيطه، اللي هو نتيجه مين؟ نتيجه الوقود الزياده اللي انت بتعمل فيه ايه؟ عمليه المناور، الوقود الزياده اللي انت عايز تستخدمه في عمليه مين؟ المناور. في حاجه اسمها عندك الماكسيموم لاندنج ويت، ده الوزن الاقصى للهبوط، الوزن الاقصى للهبوط ده بيشمل وزن الطياره بما عليها بالاضافه الى الصدمه الناشئه عن ملامسه الارض، اللي احنا قلنا حمل الصدمه الملامسه عند ملامسه عجلات الطياره لسطح الممر، ويجب ان يتحمل المحور الرئيسي هذا الحمل. يبقى انت كده بتاخد معاك تاثير مين؟ تاثير الحمل بتاع الطياره بما فيها اللي هي شامله مين؟ اللي هي الحموله النافعه اللي احنا اتكلمنا عليها، زائد ما تبقى من الوقود، زائد كمان امباكت فاكتور نتيجه الصدمه بتاع مين؟ العجلات بتاع الطياره مع مين؟ مع سطح الممر بتاعك اللي هو الرانوي. طيب بيقول لك مهما هو تاثير الوينج سبان اللي هو مسافه الاجنحه واللينس والهايت والجير تريد واند ويل بيز اون ايربورت ديزاين، ايه تاثير المهم اللي هي عمليه مين؟ ابعاد الطياره بتاعتك دي كلها على مين؟ على عمليه التصميم بتاع الايربورت نفسه. اول حاجه خالص الوينج سبان عندك، الوينج سبان يا شباب اللي هو عباره عن ايه؟ الاقصى مسافه بتاع من بين الاجنحه، يعني العرض بتاع الطياره، العرض بتاع الطياره ده يا شباب بيأثر معاك على عرض الممرات، بيأثر معاك على عرض الممرات اثناء عمليه المناوره والمسافات الصافيه ما بين كل ممرين، انت لازم برضو تاخد احتياطاتك علشان ممكن في طياره مثلا ايه بتاخد مثلا انحراف بسيط كده عن الممرات، فلازم تكون في مسافه فاصله ما بين مين؟ الممرات في المطار. لو انت هتعمل اتنين ممر مثلا موازيين لبعض، واحد مثلا للاقلاع واحد للهبوط، او مثلا اتنين للهبوط، ايا كان ايه فايده الممرات اللي هي هتبقى موجوده في المطار، فلازم انت تعمل مسافات صافيه ما بين الاتنين ممر اللي موجودين عندك.
كمان ايه ده بيأثر على حجم الساحة بتاعت مين الورش بتاعت الصيانة وعرضها وكمان الساحة بتاعت الايه المطارات نفسها. يبقى عرض الطيارة ده مهم في ايه اللي هو المسافة ما بين الاجنحة او اقصى مسافة ما بين الاجنحة من طرف الجناح ده لطرف الجناح ده اقصى مسافة دي يا شباب اللي بيحصل بتفيدني في عرض الممرات اللي موجودة عندي. اشوف عرض الممرات اللي موجودة عندي قد ايه والمسافات الفاصله اللي انا هسيبها بين المرات وبعضها قد ايه. كمان عرض ورش الصيانه هيكون متاثر بعرض المين الاجنحه بتاعت الايه الطياره. كمان في حاجه اسمها اللينس اوف اير كرافت اللي هو عباره عن الطول بتاع الطياره. الطول بتاع الطياره ده برضو بيأثر لنا على مين على اتساع الممرات لان انا ممكن عاوز اعمل عمليه ايه تيرنينج اللي هو دوران فبالتالي ايه المفروض ايه الطياره ما تخرجش عن الايه المسار بتاعها فبيتأثر الممرات بتاعتك وبعرض مين عرضها بيتأثر برضو بطول مين بطول الايه طول الطيارة بيأثر على عرض المطارات اللي عرض الممرات الموجود عندك زي ما قلنا خاصة في عملية مين المنحنيات عشان مع عملية الدورانات اللي بتحصل الطيارة بتلف او غيره. كمان الحجم بتاع ساحة المطار في اللي هي اماكن الانتظار والكلام ده وكمان ورش الصيانة بيتأثر برضو بطول مين يا شباب بطول الطيارة. طيب الهايت اوف اير كرافت اللي هو ارتفاع الطياره ده بيفيدنا برضو في موضوع البوابات والمعدات والروافع والكلام ده كله فين اللي هي داخل الورش بتاعه الصيانه داخل ورش الايه الصيانه الارتفاع بيفيد. طيب الجير تريد ديت شباب اللي هي عباره عن الديستانس بتوين مين جير يعني ايه يعني المسافات ما بين مين يا شباب العجل الاساسي او عجل الارتكاز او مجموعات الارتكاز. المسافات دي برضه يا شباب بتفيدني في عمليه مين انصاف الاقطار زي ما هنشوف دلوقتي في تحديد حاجه اسمها المينيمم تيرنينج ريديوس ان احنا هنحدده عن طريق المين جير ديت اللي هي المسافه ما بين مين ما بين العجل الاساسي بتاع الطياره او المحور ده برضه بيفيدني في كده. طيب يبقى انا المسافات دي كل واحده فيهم بتفيدني في حاجه معينه اللي في تشكيل المطار نفسه. يعني انا زي ما اتفقنا عرض الطياره بيفيدني في الممرات والمسافات الفاصله ما بين الممرات وبيفيدني برضو في ايه في موضوع الدورانات وكذلك طور الطياره بيفيدني برضو في ايه في عروض الممرات وبأثر على ورش الصيانه وساحات الانتظار وبرضو بيأثر على مين يا شباب على عمليات الدوران الانصاف الاقطار بتاع الدوران وكل ده. طيب وكمان المين جير اللي هو عباره عن الديستانس ايه بين المين جير بتاعتنا بيأثر برضو على مين على ابعاد ومقاسات المطار والمنحنيات بتاعه الدورانات واماكن برضو ورش الصيانه والكلام ده كله. طيب دلوقتي يا شباب احنا عايزين نحدد هيسالك سؤال يقول لك ايه انا عايزك تحدد لي المينيمم تيرنينج ريديوس تحديد اقل نص قطر لعمليه الدوران زي ما انت شايف كده الرسمه اللي قدامك ديت. معلش يا الرسمه ممكن تكون وحشه شويه بس انا راسمها ايه عشان انديكيشن بس يوضح لك ايه اللي هيحصل. الناس معايا شايفين الرسمه يا رجاله؟ ايوه شايفين الرسمه. طيب الطياره زي ما انت شايف كده في قدام حاجه اسمها النوز جير وفي عندك تحت الاجنحه كده زي ما انت شايف في حاجه اسمها المين جير. المين جير وفي النوز ايه والنوز جير. اول حاجه يا شباب اللي بيحصل ايه ان احنا ناخد خط واصل ما بين مين يا شباب ما بين المين جير. خط واصل ما بين مين المين جير. شايفين المحور الواصل ما بين المين جير اللي هو تحت الجناح ده وتحت الجناح ده. الناس معايا؟ معاك يا باشمهندس. طيب بص يا رجال احنا عشان نعين نص قطر الدوران اقل نص قطر الدوران ده بنعمل ايه؟ اول حاجه انت بترسم الطياره اللي انت شايفها قدامك دي حاجه بسيطه كده انديكيشن بس الطياره. تاني حاجه بتمثل العجل بتاع الطياره بتقول له ان انا عندي ادي هنا حاجه اسمها المين جير ماشي يا شباب المين جير اللي هم تحت الاجنحه وفي حاجه اسمها قدام اسمها النوز جير تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ بعمل محور المحور الواصل ما بين مين؟ المين جير مع بعضها. وبعد كده بقسم الطياره بمحور كانه محور تماثل بيمر بالنوز جير اللي هي قدام. حلو الكلام؟ طيب اقصى زاويه لتغيير الاتجاه بتاع الطياره دي يا شباب احنا كده كده ايه هم اللي بيحددوها على حسب العجل بتاعك ودوران العجل تمام؟ طيب انا برسم المفروض محور زي ما انتم شايفين كده بيمثل لي اقصى
اقصى زاويه دوران لتغيير اتجاه مين؟ الطياره. وده بيعتمد على دوران العجله اللي قدام اللي هي النوز جير، بيعتمد على الدوران بتاعها. واقوم واخد المحور ده كده يا شباب، هو طبعا انا عندي زاويه من المحور التماثل بتاع الطياره اللي قاسم الطياره بالنص، واقوم راسم عليه المحور ده. المحور ده بيقطع لك المحور بتاع المين جير في نقطه نسميها مركز الدوران، نسميها مركز مين يا رجاله؟ مركز الدوران. بقوم فاتح البرجل بتاعي ومرتكز في النقطه ديت، وجايب اقصى مسافه لاقصى جناح. يعني انا واقف فين اهو، الجناح الاقصى فين؟ بره بالنسبه لي. بقوم واخد عليه وراسم مين؟ نص قطر دايره. بيكون هو ده عباره عن محور الدوران او منحنى الدوران بتاع مين؟ بتاع الطياره بتاعتنا. مفهومه كده يا رجاله ولا ايه؟ الخط المائل ده هندسه بيكون عمودي على اللي هو السنتر لاين الطياره؟ لا، الخط المايل ده مش عمودي، ما انا كاتب لك فيه حاجه اهوت زاويه، لو انت واخد بالك مكتوب فيها اقصى زاويه لتغيير اتجاه للطائره. يعني ايه؟ يعني الزاويه دي سي ان هي مثلا 40، سي ان هي 50، بقوم انا راسم زاويه 50 ماشي، او من 30 ل 40، هي مكتوبه لك حتى لو انت ملاحظ، بس مش عارف انت شايفها ولا لا. يعني بص كده يا شباب، مكتوبه لكم من 30 لكام؟ ل 40 درجه. شفتوها؟ ايوه هندسه تمام. اللي انا عملته على حسب الدوران اللي انت عايزه، انت ممكن تلف شمال او تلف ايه؟ او تلف يمين، صح؟ ايوه تمام هندسه. يعني انا ممكن اعكس الخط المايل ده الناحيه التانيه، واخد نص قطر الدوران لاقصى جناح يكون هو اللي الداخل ده، على حسب اتجاه الدوران اللي انت هتلف فيه. ماشي الكلام؟ المهم عندي ايه اللي هيحصل يا شباب؟ ان انا احدد نص قطر الدوران ده ازاي؟ عن طريق ثلاث محاور. المحور الاولاني بيمر بالمين جير، والمحور الثاني بيقسم لك الطياره بالنص كان انت عملت ميرور للطياره، بيمر بالنوز جير. والمحور الثالث اللي هو محور تغيير الاتجاه او اقصى زاويه لتغيير الاتجاه. وبعدين نقطه التقاطع بتاعت محور اقصى زاويه تغيير الاتجاه مع مركز مع محور المين جير بيدينا مركز الدوران. او مفتح البرجل بتاعي ومنه اجيب اقصى بعد او اقصى جناح للطياره، بيديني اقصى محور اقصى منحنى دوران او اقصى زاويه اقصى نص قطر مين لموضوع الدوران بتاع الطائره فين في اي منحنى. طيب انا بيفيدني ايه يا شباب موضوع مين محور الطياره ده في عمليه الديزاين بتاعت مين الطياره؟ اقصى او مينيمم تيرنينج ريديوس اللي هو اقل من نص قطر دوران للطياره، زي ما انت شايف كده. بيساعدك نص قطر الاقل على تحديد المنطقه التي يتطلب زياده الراسه فيها حتى لا تخرج المين جير عن مين؟ عن الطياره. يعني ايه؟ يعني شايفين الرسمه اللي قدامنا ده يا شباب؟ الرسمه واضحه؟ ايوه يا باشمهندس. ايوه عندك واضح عندك. طيب وايه اللي بيحصل دلوقتي في الرسمه دي يا شباب؟ ان انا عندي حاجه اسمها ران واي، شايفين الحته اللي مكتوب عليها ران واي سنتر لاين، وفي حاجه اسمها في الجنب كده اسمها تاكسي واي. تاكسي واي ده اللي هو الممر بتاع المناوره، والران واي ده الاتجاه الرئيسي او الممر الرئيسي لعمليات الاقلاع والهبوط. الطياره بتاعتي جايه من تحت كده رايحه التاكسي واي، فزي احنا متفقنا ايه اللي هيحصل؟ الطياره بتاعتنا عايزه نص قطر دوران عشان تلف فيه. نص قطر الدوران ده هيتحدد بناء على مين؟ على الجير على المين جير بتاعتك اللي هي عباره عن العجلات الرئيسيه، والنوز جير بتاعتنا زي ما احنا شفنا فين في الرسمه اللي فاتت. تمام. طيب الحته اللي تحت ديت اللي انا كاتب لك عليها المنطقه المراد عمل لها زياده في الرصف، المنطقه ديت يا شباب لو انت ما خدتش بالك من ان انت تزود في المنحنيات ديت او في الاماكن اللي هي تغيير الاتجاه ديت ما بين التاكسي واي والران واي، لو انت ما خدتش بالك في ان انت تزود الرصف فيها، المين جير اللي هي العجلات الاساسيه بتاعت الطياره ممكن تخرج عن ايه؟ عن الرصف اللي موجود عندك. ولو خرجت عن الرصف ممكن يحصل مشكله في فين؟ في عمليه الثبات للطياره، ويحصل ممكن الطياره ايه؟ تتقلب ولا حاجه. ماشي يا شباب؟ فديت فايده مين؟ السيجنفيكانس اوف مين اوف اير كرافت مينيموم تيرنينج راديوس ان اير بورت ديزاين. دي اهميه او مميزات نص قطر الدوران اللي انت تكون عارفه اللي هو الاقل في تصميم المطارات او تصميم مين او في تخطيط المطارات عامه يعني. تمام؟ ان هو بيساعدك في تحديد المنطقه اللي محتاجه
التي تحتاج زيادة في الرصف حتى لا تخرج المين جير عن حدود الأسفلت أو الرصف اللي موجود عندك فين في المطارات. ماشي يا شباب؟ تمام يا فندم. عايزين نشوف حاجة كمان عايز أوريها لكم. mention and draw a sketch of air plan wheel configuration. يعني هو دلوقتي يا شباب بيقول لك ارسم له سكتش كده صغير عشان توضح له ممكن الكونفيجريشن بتاع البلان بتاع الايه ترتيب العجل بتاع الطياره ممكن يكون عامل ازاي. اول حاجه خالص عندنا من حاجه بنسميها السنجل تايب اللي هو بيكون نوع ايه فرداني، ده للطيارات الصغيره والحملات الصغيره. بيكون المين ويل عباره عن عجله وعجله، والنوز ويل اللي قدام برضه عجله. في عندك ديول مين تايب اللي هو عباره عن ايه؟ الديول تايب ده بيكون عجلتين ورا في المين جير تمام، والنوز قدام عجله واحده. طيب في عندك حاجه اسمها ديول انتندم. ديول انتندم يعني ايه؟ توين توين او مسميه ساعات التوين تايب. يبقى ديول مين سمرا ولا ايه؟ الدنيا بايظه عندنا بس وانت الشيء عنده سمرا. انا وانا كمان مش حاجه ظاهره عندي، مش حاجه ظاهره والله من ساعه ما قفلت الاولانيه وجيت افتح الثانيه والدنيا عندي حاجه جميله خالص. ما يمكن النور قطع عندك يا عم. جاهز من اول كده من الصبح. انا خايف بس اللي يكون الكهرباء قطع عندك وانت مش واخد بالك. وجاهز وجاهز انا بحلم اصلا من الاول. ماشي يا محمد. كده ظهرت عم محمد؟ تمام كده يا ريس. الكهرباء جت يا محمد؟ ركز بقى. ماشي يا محمد. يبقى احنا اول حاجه يا شباب هو بيقول لك دلوقتي اذكر له اند درو سكتش اوف اير بلان ويل كونفجريشن. عايزك توضح له سكتش كده صغير يمثل لك مين ترتيب العجل بتاع مين الطياره. اول حاجه خالص في عندنا حاجه اسمها سنجل تايب. سنجل ايه تايب اللي هو ايه؟ ان يكون العجلات بتاعتنا فرداني تمام، واحده وواحده واحد. المين ويل اللي هم العجلتين اللي تحت الاجنحه بتكون واحده وواحده زي ما انتم شايفين في الرسم كده، والنوز قدام بتكون واحده. في عندك ديول مين ديول تايب بيكون المين جير بتاعتك عباره عن اتنين واتنين، والنوز بتاعتنا واحده قدام تمام. في عندك نوع تاني اسمه ديول مين انتندم. ديول انتندم ده او بيسموه توين تايب، بيسموه التوين مين تايب. زي ما انت شايف كده اربع عجلات عند المين جير واربع عجلات، وقدام بيبقى فيه النوز ايه النوز جير بتاعتنا. في نوع تالت اسمه او نوع رابع اسمه توين توين تايب. يعني ايه؟ يعني اربعه واربعه 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 تمام، بيكون زي ما انت شايف الكونفيجريشن بتاعه كده. طيب مساله هي اللي موجوده معانا في الشيت، حاجه بيقول لك ايه اف ابلين ويت ويتس كام الويت بتاعها 600,000 باوند تمام. كالكوليت مين ذا لود اون مين جير ويل اسيومينج ذات ذا مين جير كونسيست اوف مين اوف تو ويل جروب تمام. اتش جروب كونسيست اوف مين ويل اوف ذا توين توين تايب. طيب عشان احسب الحمل بتاع مين بتاع الطياره بتاعي، ان انا بوزع الحمل ما بين النوز جير اللي قدام وما بين المين جير تمام. احنا البتاع بتاعتنا ايه؟ نوع اللي هو اسمه توين توين تايب. طيب احنا النوز جير بيقول لك بتاخد 5% من اللود، 5% من اللود اللي جاي للطياره، يعني ال 600,000 باوند اللي جايين لك دول هتاخد منهم النوز اللي قدام هتاخد منها كام؟ هتاخد 5%، والمين جير بتاعتنا هتاخد كام رجاله؟ هتاخد ال 95 الباقيين. يبقى انا بحسب الاول اللود والنوز بيساوي كام؟ 5 على 100 في 600,000 هيطلع لك 30,000 باوند. طيب وبالنسبه للمين جير هياخد ال 95 هيطلع لك كام؟
570 الف ايه الف باوند. تمام. طيب زي ما انتم شايفين الترتيب بتاع الطياره كده، انت عندك كام عجله؟ 8 هنا و8 هنا، صح؟ طيب يبقى احنا كده المفروض نعمل ايه؟ ناخد اللود اللي جاي للمين جير كله اقسمه على 2 على اساس ان هم ناحيتين. تمام؟ وبعد كده اقسمه على كام؟ على 8، يعني كانك قسمت على 16، كانك قسمت على كام؟ على 16 عشان تطلع اتش ايه؟ ويل شايله كام من المين ويل كاريز؟ اللي هو عباره عن الحمل الكلي المحمول المين ويل العجله الواحده الاساسيه او اتش ويل شايله كام؟ كل ويل شايله كام منه؟ تمام يا رجاله؟ تمام. هو دايما يا باشمهندس بتبقى التقسيمه 5 و95 كده ولا هنا تبع المثال ده بس؟ لا 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 لا، هي دايما كده. ما احنا قلنا اهوت ان المين بتشيل 95% من الحمل، والنوز اللي قدام بتشيل كام؟ بتشيل 5% بس، فدايما هي 5% و95%. مش عارف يا دكتوره ادتكم حاجه مختلفه عن كده؟ ما شرحتش مساله. ما شرحتش مساله ازاي؟ هو جاي شرحت، انا كنت الكهرباء عندي قطع برضه. هي قالت بس انا مش فاكر بصراحه، بس هي قالت النساء. قالت ايه؟ انا مش فاكر قالت هي قالت النساء بس انا مش فاكرها. لا نفس استنى يا عم، انت عامل انه ممكن بتتكلم من اخر الدنيا. طارق طارق المايك عندك مكتوم يا طارق. انت يا باشمهندس هو ايه قالت؟ ايه يا باشمهندس قالت نفس النسب صح؟ اه قالت نفس النسب 5% و95، ما قالش نسب مختلفه يعني. طيب تمام كده، يبقى احنا كده يا شباب عارفين ان النوز بتاعتنا هتاخد كام؟ النوز بتاعتنا هتاخد 5% والمين جير بتاعتنا هتاخد ال 95، وعلى حسب بقى النوع بتاعك هو سنجل ولا ديول ولا ديول ان تندم ولا توين توين، بتحدد انت كل عجله من اللي ورا دول بياخد ايه؟ بتاخد قد ايه؟ يبقى انت بتحدد لها النوز بتاخد كام؟ اللي هي ال 5%، ده العجله النوز لوحدها، او هم عجلتين، ممكن يكون النوز ده عجلتين او عجله زي ما يكون بقى الترتيب بتاعها مش فارقه، بس المهم ان انت عندك حاجه اسمها النوز، النوز جير او النوز ويل بتاخد اخر حمل، والمين جير بتاعتنا دي بتتقسم على حسب مين؟ حسب ترتيب العجل اللي في كل ناحيه من ناحيتين. المهم انت بتجمع العدد كله بتاع ناحيتين او بتجمع الناحيتين وتشوف كل ناحيه فيها كام عجله، تقسم على عدد العجل تطلع حمل العجله الواحد. في كده مشكله عند اي حد يا شباب؟ خلي بالك رجاله، انا ممكن اعمل داون لود ليست كده للشباب الموجوده معانا، بيبقى في الاول عشان تبقوا انتوا عارفين، عشان انا شايف ان عدد الحضور بيزيد في الاخر، يعني ممكن دلوقتي في واحد او اثنين او ثلاثه او خمسه كده دخلوا في الاخر خالص، يعني في اخر السكشن، فيا ريت لو تكرمتوا الناس تبقى ما ندي الميعاد ان شاء الله. الميعاد المره الجايه هيكون الساعه 1 بالظبط، انا ممكن اكتب الميعاد 12:30 بس انا برضو ايه عشان الناس ايه الفتره الرابعه في رمضان.